الشوط الاول كنا متفوقين بشكل كبير. الشوط الثاني حاولنا ما امكننا نسايروا المقابله ولكن بلا بوسيسيون، لان في الاول كانت لا بوسيسيون عند الفريق الخصم. جرينا بزاف وقع لنا التعب في اخر اواخر الدقائق. الخروج بالهبرق الحمراء تاع بوزيدي وايت على لا بليسور ديالو خلاتنا ان بو ديزورغانيزي، وداكشي اللي بقاو فراغات، داكشي علاش الفريق الخصم استغلهم وسجلهم. الجماهير ديال فريق نهضة الزمامره كيتابعونا كتشوفوا واخا شويه ديال البعد ولكن جاو كيشجعونا. صغيتو تيقوا في الفريق ديالهم، راه جا في الطريق فريق بدل تقريبا 90% ديال اللاعبين. ماشي بالسهل انك تجي وتفرض اسلوب اللعب ديالك في الدار البيضاء مع ضد فريق كبير اللي هو الوداد البيضاوي، واللي عنده تركيبه بشريه كبيره واللي راه في تحسن كبير ويلعب على الصعيد الافريقي في مستوى عالي. بغينا نكونوا باسيون شويه ونشتغلوا ان شاء الله باش ان شاء الله الامور تحسن ان شاء الله. بالطبع بالطبع حنا كنشتغلوا لان فريق الزمامره فريق غادي في مشروع. ما الرئيس ما كطالبنيش نجرب حل الوداد البيضاوي، انا كطالبني على اساس انه يكون لعب في مستوى كره في الارض. ان بروجي دو جو اللي حنا نشتغلوا عليه، وبالطبع كيكونوا اخطاء، كيكونوا بزاف ديال الامور اللي خصنا نصلحوها مع الوقت. وفي ديسمبر ان شاء الله غادي يكونوا دي بون ريكروتمون على اساس ان الفريق يكون ايكيليبر ان شاء الله باش الانطلاقه ديالو تكون ان شاء الله في المستوى. جبناه ان شاء الله غادي دابا يلاه جا رحيم. دونك لي مونك دو بريباراسيون، مونك دو ريتم، لي مونك دو ماتش اوفيسيال. دونك غادي نبريباريو ان شاء الله، وان شاء الله غادي يكون الفرصه ديالو تاع ان شاء الله غادي ان شاء الله يقول الكلمه ديالو.